تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل الطريق الرابط مع كركوك ويوجه بالاستفادة من خبرة الشركات المستثمرة في كردستان لتحسين البنى التحتية. المزارعون يشكون إلى رئيس الوزراء قلقهم على مصادر رزقهم بتدمير المستورد لزراعة الرقي بلا حدود مع موسم القطف. مجالس المحافظات ترسم شكلاً جديداً للتحالفات السياسية خارج المصالح وتؤسس لمرحلة مختلفة من صناعة القرار بالمحافظات المحررة. الموازنة تجاوزت عقبة تنمية الأقاليم وحصة كردستان بانتظار قرار ائتلاف إدارة الدولة بتمريرها قبل نهاية الأسبوع. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.